هل عدم الإيذاء يعني فقط الفعل الإيجابي المؤذي ولا الفعل السلبي المؤذي كمان؟ لا، في فعل إيجابي وفي فعل سلبي. هلا إنك أنت ما تمنع، إذا أنت كان في بإيدك إنك تمنع عنه الأذى وما منعته، فكان هذا كمان يعتبر عدم إيذاء سلبي. طيب أنا رح ولكن أضرب مثال أخلاقيا، هي قانونيا ربما أصعب نجاوب عنها بس أخلاقيا، أنت ماشي بسيارتك ومسرع ومتهور وضربت حادث، ضربت واحد على الطريق وأذيته مثلا كان ماشي ونزف حتى الموت، وانت انت اللي سببته الحادث، انت اللي ضربته بسيارتك، فانت عمليا اذيته، هذا فعل ايجابي. طيب انت طيب السياره اللي وراه شافت الحادث وشافت الشخص اللي عم ينزف على الطريق وما وقف، فهذا فعل سلبي كمان، هذا تسبب باذيه، او على الاقل ما بده شاف الحادث، واحد مارق على الطريق، انت ماشي بسيارتك وما ضربت حدا بس شفت واحد عم ينزف، فانت كمان تركته عم يموت. فاخلاقيا في فرق بين الفعل الايجابي والفعل السلبي هلا بالاذيه. إذا عم تحكي عن النتيجة، النتيجة نفس الشيء، ولكن هي الاختلاف بالبروسيجر، الاختلاف انه انت كيف عم تعمله. هلا احصائيا هلا هو نفس الشيء، يعني الناس بتقول، الناس بتقول لك انه بما انه النتيجه متساويه فهم اخلاقيا نتيجته فهو اخلاقيا مقبولين بنفس الشكل، ولكن لما بتعمل احصاءات بين الناس بتلاقي عاده الناس شوي بتمتعض اكثر او بتبتعد عن عن الشيء الايجابي او عن الاذى الايجابي، وبتتقبل الاذى السلبي شوي بشكل احصائيا ملحوظ اكثر. ولكن في الواقع الضحيه ما راح تفرق معه ايجابي ولا سلبي بهالناحيه، في حال انت يعني ما في حال هو وقع الاذى عليك. يعني مرة ثانية أنت ماشي بالطريق وكان ممكن تنقذ هذا البني آدم، فهذا البني آدم لو ما تقول مات، يعني خلينا نقول تأذى بشكل شديد، لو عرف إنه أنت كنت مالق سيارتك وكان ممكن تنقذه وأنت قصدا ما أنقذته حيزعل منك، صح؟ طب يعني أنا مو بس شايفها بالعافية. أخلاقيا قريبة كثير صراحة. هلا هلا خليني اميز لك اياها مشان اوضحها اكثر، او بالاحرى للمستمعين يعني او اللي عم يسمعونا. هذا الشخص الضحية ما راح تفرق معه اذا انا صبته بسيارتي ولا انت ماشي بالسيارة اللي بعده ما عالجته، صح؟ هو تأذى من ولكن خلالكما. هو أوكي. تأذى مني، ولكن انا اللي اذيته وانت اللي شاهدت وما تدخلت. النتيجة بالنسبة له هو تأذى وهو حل عليه الضرر. هلا في ناس بتقول لك انه انا اخلاقيا كوني انا اللي ضربته، انا اللي الحقت الاذى فيه، فانا مدان اكثر اخلاقيا وحتى قانونيا اكثر منك انت. هلا كمان لا تنسى الامر نسبي، يعني الامر مو انه all or none، مو انه يا اما اخلاقي يا اما غير طيب اخلاقي، الامر ماذا لو متفاوت. كنت انت اللي تجنبت مساعدة هذا الشخص، انت شرطي السير اللي شغلته يشوف اذا في شي حدا على الطرقات، ما بيكون العقوبة اشد او يكون الفعل السلبي اشد ضررا اخلاقيا؟ هلا اخلاقيا ممكن، قانونيا انا ببتعد عن الحديث عنه لانه لا في اخلاق هناك قانون قصص. مالنا فيه، انا عم بحكي اخلاقيا، انا عم بحكي عن الفعل السلبي، انه انت اها هلا ضربت واحد، هي ما حدا بيختلف انه هذا فعل مرفوض او صحيح. يعني خطا، بس انت ماشي بسيارتك، انت انسان عامي ومو شغلتك تنقذ حدا، فانت تجنبت صحيح. مساعده هذا الشخص، فاقول انه تفرق. بيعك عليه حق. نعم. بس اذا انت كنت شرطي السير اللي هو شغلته يتفقد الطرقات يمين وشمال، طبعا. فشفت الحادث وشفت الشخص اللي عم ينزف وما تدخلت، طبعا، فأنت هون صار عليك مسؤولية.